صباح الخير من ام تي في لايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم، وتحيه صباحيه لكم وين ما كنتوا عم بتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. معايدة أكيد لكل الشعب المسيحي وين ما كان على كل القرى الأرضية، معايدة للجميع كمان بقيامة السيد المسيح. مات السيد المسيح على الصليب فأثبت إنسانيته، وبقيامة السيد المسيح من بين الأموات أثبت ألوهيته كمان، على أمل هالانطلاقة الجديدة من بعد الصوم المبارك ومن بعد صلب وقيامة المسيح تكون انطلاقة كلها رجاء كلها محبة وبضمير واعي كمان. مواضيعنا اليوم عديدة ومنوعة بي ام تي في الايف. البداية رح تكون مع زميلتي ستيفاني. بونجور ستيف. بونجورين كاتيا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ نعد عليك، ما شفتك وعليك كمان، صح كنت اخذ فاكانس. شو عندك اليوم؟ اليوم مع رندا فهد. رندا بدها تعلمنا كيف نعمل الكوكيز بالشوفين. عندنا نيتشر مع ماك بيروتي، واليوم شيف جاد بده يحضر لنا تمبورا بالقريدس والخضرة. ونحن اكيد موازينا عديده بي ام تي في لايف مع فقراتنا الثابته وفقراتنا المحركه ومع كل الزملاء ومع كل الضيوف اللي بيكونوا موجودين معنا اليوم بفاميلي. رح نحكي عن الوسواس القهري او الاو سي دي، الاشخاص يلي عندهم وسواس بشيء معين، بخافوا من شيء معين او بالعكس بيرددوا اشياء معينه وبيكونوا هيك مصرين عليها دائما وكانه في ريتم معين ضروري انه يكونوا عم يتبعوه. لنشوف شو هو هالاو سي دي ولمين يعني ممكن انه يكون مرضي او ممكن انه يكون مجرد أكيد. هيك عادي اوقات بتكون منيحه مش ضروري يعني تكون صح. مرضيه. رح نشوف بعد شوي بفاميلي وبمواضيع عديده كمان بي ام تي في لايف. البدايه مع اب تو ديت. بي اب تو ديت لليوم اكيد موضوع الانتخابات النيابيه هو الموضوع الحامي جدا، خاصه مع قرب الموعد 6 ايار عم يمرق الوقت بسرعه. من شهر صحيح، من شهر ايه بشوي، وطبعا كل اللوائح عم تعلن تباعا، لوائح كبيره ولوائح صغيره، وهلا التوقعات كلها صارت موجوده، وهل التوقعات حقيقيه ولا لا، وحتى يعني شركات الاحصاءات ما بعرف قد ايه عم تقدر تكون دقيقه، خاصه انه كل شركه عم يكون عندها راي مختلف عن شركه ثانيه يعني وعاجقه كثير. لنشوف من هلا لست ايار كيف رح يكون المشهد، حتى في حديث في انتخابات ولا ما في انتخابات هلا هون القضيه. لا ان شاء الله كل شيء يمشي على خير. كمان بباريس طبعا الحديث عن لبنان مع ساد، ولكن صوره كمان التقطها سيلفي الرئيس الحكومه الشيخ سعد الحريري مميزه مع ولي العهد السعودي وولي العهد المغربي بدون تعليق، بيقول بدون تعليق بس نحن رح نعلق، رح نقول ان شاء الله خير يا رب شو ما كان الوضع. ان شاء الله يكون لقاء خير ان كان بباريس وان كان بلبنان وين ما كان، وان شاء الله بتجري الانتخابات على سلامه. غير انه في المغتربين كمان يلي انتخاباتهم كمان فيها شوي من الجدل، انه كيف بده يوصلوا الصناديق الى لبنان، واذا كان اليه الاقتراع هي اليه صحيحه 100%، ومين رح يكون مراقب على هالموضوع. على اساس القناصل والسفراء رح يكونوا مراقبين، وناس ثانيين بيقولوا لا لازم يكون في مراقبين، انه هالشغله ما بتكلف كثير يعني عاجقة بس صحية لهلا أكيد. كمان خبر دائما عم نسمع عنه عن زواج هاري مع ميغان ماركل. قرر الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل السفر إلى سيدني لحضور دورة ألعاب إنفيكتوس بتشرين الأول 2018، حيث سيشارك هاري بالمنافسة يلي بتجري بين المحاربين القدامى برحلة رح تكون الرسمية الأولى للثنائي بعد زواجهم. وزارت ميغان اللاعبين المشاركين مع المنتخب البريطاني بالدورة المقبلة أثناء تدريباتهم بمدينة باث بإنجلترا، ورح يتنافس هالسنة حوالي 400 محارب قديم على 72 مركز بالفريق
للمشاركة بالحدث. وأطلق الأمير هاري دورة الألعاب إنفيكتوس للجرحى والمصابين العسكريين والمحاربين القدم من جميع أنحاء العالم بالعاصمة البريطانية لندن سنة 2014، ورح تنطلق دورة سنة 2018 ب 20 تشرين الأول المقبل، ورح تنتهي ب 27 من الشهر نفسه. ننتقل إلى السعودية، متحف مفتوح بالسعودية ببصمة فرنسية، ولكن يعني متحف كتير كبير ب 22500 كيلومتر مربع، يعني بكبر بلجيكا كلها سوا. كشف مسؤولون أنه من المقرر أنه تتفق السعودية وفرنسا على التطوير المبدئي لمنطقة ضخمة بالسعودية لإنشاء مشروع سياحي يبرز تاريخ السعودية، وتشتهر المنطقة بمواقعها الأثرية مثل مدائن صالح، وهي مدينة بيبلغ عمرها 2000 سنة وبتعود إلى عهد الأنباط ومشيدة بصخور صحراء شمال المملكة، وقام علماء أثار فرنسيون بالتنقيب عنها لأكثر من 15 سنة، ويوجد بها المنطقة معسكرات رومانية ونقوش صخرية ومواقع تراث إسلامي وبقايا خط الحجاز للسكك الحديدية يلي بيعود للعهد العثماني، وكان ممتد من دمشق إلى المدينة بأوائل القرن العشرين، وبيتضمن العقد الحكومي يلي بيستمر 10 سنوات قابل للتجديد إنشاء وكالة بتديرها فرنسا وبتمولها السعودية، ورح تشتغل على مجال الحفريات الأثرية وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمتاحف والتخطيط إلى في مجال البنية الأساسية وإقامة الفنادق. حلو. استطاع فيلم بلاك بانثر أنه يتخطى أسطورة المخرج جيمس كاميرون فيلم تايتانيك ليصبح ثالث أعلى إيرادات بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم أنه بلاك بانثر تم عرضه بالسينمايات منذ فترة قصيرة إلى أنه دخل التاريخ ليصبح ثالث أعلى إيرادات بتاريخ السينما الأمريكية، حيث نجح بتحقيق 659.5 مليون دولار بأمريكا الشمالية وحدة، وتخطى إيرادات فيلم تايتانيك يلي صدر سنة 1997 يلي بلغت 659.3 مليون دولار. وحسب النقاد هنالك العديد من العوامل يلي ساعدت فيلم بلاك بانثر على النجاح، منها المخرج رايان كوغلر يلي قدم خلطة سحرية تجمع الحركة والأكشن مع بعد نفسي واجتماعي وسياسي. فعلاً برودكشن كتير قوية وكتير حلوة. مصر بينطلق على البيسيكلات إلى روسيا ليشجع منتخب بلده. رحلة بتطلب 65 يوم وطولها 5000 كيلومتر. طبعاً على هالبيسيكلات ضب العدة. طبعاً ودع أهله. بيعتزم الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، وبيسافر كمان بالجو فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية، وبيتوجه إلى العراق، ما بيتوجه إلى العراق لأسباب أمنية. حزم إذن على دراجته ونوفل قطع غيار وهاتف محمول وبطاريات إضافية ومعدات تخييم، وبيقول أنه هدفه بهالرحلة مش حضور كأس العالم لكرة القدم فقط، بل أنه يشاهد ويكتشف أمور جديدة أكيد على الطريق ويفرجيها للناس. حلو. رح نشوف سوا صورة اليوم من اللقلوق، والطقس مثل ما شايفين غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. اليوم 18-20 درجة على الساحل. رجعت شتت. أي مواضيعنا عديدة بـ MTV Alive لليوم، أكيد رح نكون مع كل فقراتنا يلي معودين عليها لحظات، وبنكون نحن وياكم مع أوتوفوكس.